وصى يلا وصى. ده انا كنت يلا لما بشوفك محتاج بقف معايا. لا تمام تمام تعالى يا وحش تعالى. شايف نفسك؟ يلا يا ابني حرام عليك. ايه في ايه؟ محدش يبص لي البصه دي اللي هي اكسين. اوعى يا عم اوعى. ليتس جو. انا عايز اعمل دم، عايز اطلع، عايز اطلع كتير، فانا عايز اطلع هناك اصلا بتاع قنبله. تعالى كلها القنبله، خد يا ابني قنبله. تعالى امسك بالله عليك، تعالى خش فيها. عبيط ولا ايه؟ تعالى نصطاد الواد ده بالسكينه. بس اوعى مش واخد اي بوتيلي. استنى عليا يلا. ده مش واخد التيم بمنظرة. انا رايح بيز دحم، رايح بيز دحم. يا نهار اسوح ده بيعمل. الاكسيم جاي من الناحيه الثانيه. يا جدع مش عايز اقتلك. ايوه يا عم مش عايز اقتله. انا مش عارف انا ايه اللي عند، مش عارف ايه اللي خلاني اروح عندهم عشان ما يقتلوه. انا مش عارف، انا قلت كده. تعالى يا جماعه ده احنا لعيبه قوي. تعالى يا اكسيم تعالى. شايف نفسك قوي شكلك. انا هرجع شويه ورا عشان ايه دايما بنتجف في اخر اللحظه. طب بقى العيال دي حط بقى لايك يا ابني، بقى ظبط اللايكات والدعم بقى يا شباب الدعم. نزل له، نزل نزل لك اكسيم. تعالى اكسيم. انا نزلت عليه بالظبط. ايه ده؟ ده ميه ونور. يا لهوي. هرجع شويه ورا عشان ايه دايما بنتجف في اخر اللحظه. ايوه ايوه سيبوا لنا سيبوا لنا. يا جماعه الواد ده شكلها هتعمل مني بطاطس دلوقتي. طبعا الوحش هيرد من ورايا دلوقتي. الواد ده عسل. يا نهار ابيض. ايوه حوله، هو حوله يا عم. تحول هو يا عم بقى. الواد ده مستقصدني بجد. يروحوا يضربوه بقى. اقتلوه اقتلوه اقتلوه. وصى يلا وصى. انا كنت يلا لما بشوفك محتاج بقف معايا. لا وسع. ده انتوا عيال جلسه بشكل يا ولاد القرعه. بس لا مش معايا يا عم. توسع لي يا عم بقى، ده انت رخم يا عم. وسع لي يا القرعه. طب خد يا يا جماعه العيال دي. لحظه انا عايز اعرف بس اساميهم عشان واضح ان في دلوقتي هيحصل مشكله دلوقتي. باشا وعمو مانجا. فاكر البنت بتقول تعالي، فاعتقد ممكن اجيبهم صح. ايوه 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 يا ابني اعكس يا ابني. انا المفروض انا اللي فوق. بدل 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 بالله عليك، بالله عليك بالله عليك، بدل بدل. ايوه ايوه اوف 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 بالله عليك اوف. ايوه 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 نطوا يا جدعان نطوا. ايوه ايوه انت قمت، انت قمت ليا. انت ابلع يالا. اقسم بالله التيم، تيم بيفهم. عاش والله يا جماعه. الناس تحتيه دول زي العسل. اقسم بالله احنا كسبنا فكره الجيم على اخر 6 ثواني، وانت قمت للاثنين الذين اللي كانوا مكبرين على السلم زي كده بالظبط. يعني مش عارف اعدي منهم. بصوا فانا هقف معاهم بقى. معايا الزحمه حلو. اسف على مقاطعه الفيديو، بس في كلام مهم جدا لازم اقوله، وهو ان في بعض الناس مش بتعرف تشحن زد بي في كروس فاير. وانا جيت النهارده اقول لك اني موزع معتمد من وان كارد. تقدر تكلمني وهنظبط اسعار مع بعض وعروض حلوه. طبعا التواصل من خلال ماسنجر او واتس، هتلاقي الرابط في اسفل الفيديو. كلها ابيض ما بشوفش الشكل. لا انتوا ليه مركزين؟ اشمعنى انا؟ ايوه هو الواد ده مركز عليا انا ساعتها. مشكله الواد مش عارف. انا معرفش معرفش. ايوه بس ركز. ايوه بس هنكسب جيم ولا ايه؟ الاكسيم مات، الاكسيم مات صح؟ الاكسيم مات. ليتس جو. احنا كده كسبنا، انا متاكد 100%. تعالى بس نساعد الواد ده، هيحطوا عليه. كسبنا كسبنا يا جماعه، وانا الاول على الروم، وانا اصلا مش داخله من اول. لا عايش جامد. الله اوه ده كل حاجه تخلت. الاكسيمو جاي لي بالله عليك يا اكسيمو. ما هعمل ايه طيب؟ عايز افرم بسرعه قبل ما يجي. طلع واحده بس بالسلاح.
فيما يعادل ماشي انا هاجي بقى. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق. حد خبر مني؟ حدش خبر مني. واحد حقير بس هو ده اللي خبره مني. ايوه بس اخد بس اخد الصندوق بس عشان مش هيطلع بس كده. انت جيت منين يا عم؟ انت جيت منين يا عم؟ الواد ما غدرش بيا. الواد شافني كنت نقطه ضعفي كان ممكن يجي يهجم عليا كمان فكنت هتجاب، بس هو ما عملش. يبقى الواد ده مين؟ مش هيقدر بيا تاني. ايوه اسيب الواد ده زي الفل. ايه ده انا شفت حاجه دلوقتي؟ ايوه زي الفل زي الفل على وضعك. تعال تعال هم مش عارفين يطلعوا الواد ده. يا جماعه الاكسينو ده ولا اكسينو؟ استنى يا اكسينو اكسينو على ايه ده؟ فاضل لنا بس 9 نقاط فقط ونبقى الاول على الروم. لا كده هنزيد بقى هنزيد باذن الله. اوعى يا انا هدمج لك وانت ايوه وانت اقتلهم. بتفهم. اخد بس الصندوق ده اخد الصندوق ده بتاعك. هدمج لك. انا طلع خالص اصلا. داخل عليا ليه؟ مش عارف اللي سيمو ده ولا ايه؟ كمل على وضعك. انا مش هدخل انا مش ايوه انت بتقولي احنا الاول ماشي احنا الاول بس انا مت وهو كمان مات. اللي بعده يلا يلا تاني تعال تاني. هو ما شبعش من المره الاولى هيشبع المره الثانيه. تعال تاني جاي تاني. هو فعلا جاي تاني تالت قصدي. المره دي انت عملت تقدم شويه جيت لحد هنا جاي رابع. تعالى بقى المره دي بقى بسكينه بس خاطر المشاهدين بس لميتك شويه بس يو هاز بين كيل. انا قتلته يا جماعه. انا مش عارف انا قتلته ولا لا. مفيش مكتوب في الجنب اليمين فانا مش شايف اسمي انا قتلت حد ولا لا. اوه لسه سرقنا ليتس جو. اللي هيحولني انا هعيط لو حولت بس نرجع بقى تاني كده بقى نزيد بسرعه بقى بوينتات بقى. يلا بتقرب كده ليه؟ بتقرب كده ليه يا عم؟ مش هلحق مش هكمل مش هعمر الرجال. يلا يلا زود اكتر السرعه دي هي اللي ظبطت معانا ده كله دلوقتي ظبطت معانا الجيم كله. نجي من ده دلوقتي. محدش عايز محدش جه من ده في الاخر. بقول لك اللي بعده عايز اعمر بس يا ابني انت ما بترحمش. ولا اوف دخلنا على 300. هيركز عليا انا. ايوه بس شاطر. لا مش شاطر. هيجري. انا ليه بستظرف؟ انا هنكسر كده. هنكسر خلاص. الواد عايش. برضه ببدأ بالشمال، ببدأ بالثانية مش بالأولى. اللعبة دي غبية. حوله. لا مش هو ده اللي هيكسر، مش عارف. أنا عايز أقتل الجيران. انا الاول يا جماعه على الروم. يا جماعه طبعا يا جدعان وليفل اب كمان طبعا يا جدعان. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك.
انا بصراحة الدنيا تعبت في الفيديو ده جامد قوي حرفيا، والساعة دلوقتي بالظبط 4 الفجر، فلو يعني تظبطنا بقى باللايك والكومنتات والسبسكرايب عشان تعرف وقتك احمد قد ايه. واهم حاجة برضك اللي انت بتعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس لانه اهم حاجة حرفيا. لما انزل فيديو وانت مفعل زر الجرس عامله على اول او كل، بيظهر لك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد، فانت تتفرج عليه اول واحد. فزي ما قلت الفيديو ما تنساش تعمل لايك. يلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير، ومشاهدة ممتعة او مشاهدة نهائية قصدي، مع السلامة.